تمثال جدنا الكبير توت عنخ امون، رأس التمثال توت عنخ امون اللي اتباع في صاله اسمها صاله كريستي في لندن. وقلنا انه زي ما قالت صحيفه ديلي بيست، قالت انه تم بيعه راس تمثال ب 6 مليون استرليني ولا دولار، 6 مليون دولار. 6 مليون دولار. الراس دي مصريه. يعني هم عندهم، في عندهم توت عنخ امون بريطاني. نعم يعني، في توت عنخ امون فرنسي، توت عنخ امون مصري فرعوني. مين هرب الراس الفرعونيه الى لندن؟ مش عايزين يقولوا. احنا خطبنا كل الجهات المعنيه، الاثار والسفاره والخارجيه كله، كلمنا دور دار العرض او المزادات، لو سمحتوا الراس الفرعونيه اللي عندكم جايبينها منين؟ ما ردوش. لو سمحتوا من فضلكم، طب ادونا الورق اللي بيدل ان الراس الفرعونيه دي طلعت من مصر بشكل قانوني مش متهربه. ما ردوش. ما ردوش علينا. ولا رد. ده مين؟ دول الناس المتحضرين، الحضاره الغربيه، البريطانيين، ما ردوش علينا. الحكومه البريطانيه ما خدتش قرار، لو احنا عندنا في مصر. الحكومة البريطانية كلمت وقالت عندنا في رأس الملك البريطاني ريتشارد قلب الأسد، أي كلام. إحنا في مصر ناخد قرار بسرعة، نعمل تحقيق، ده بتاعتهم، اتفضلوا. ده لو محترم. لكن هم عادي، ولا حياة لمن تنادي. واتباعت الرأس الفرعونية ب 6 مليون دولار، وبنقول لهم لو سمحتوا من فضلكم قولوا لنا خرجت من مصر إزاي؟ خرجت بشكل قانوني ولا بشكل غير قانوني؟ ولا حياة لمن تنادي. في الاخر يقول لك اصدقات بتاعت الامير مش عارف ايه، الامير ايه، الامير وده لابنه وابنه باعها، اي كلام ما يهمش الناس. الاخر سرقه الاثار الفرعونيه او تهريب الاثار اللي موجوده بره في المتاحف اللي بره اتباع بملايين ومئات الملايين من الدولارات، ده بيمثل سرقه، سرقه بين دول، ما يصحش. احنا بنرفض هذا، بنقول ده سرقة جزء من التاريخ، سرقة جزء من التاريخ غير مقبول، لن نقبل هذا.